والله شنو يعني؟ هاد العرب ولعبوا شي ماتش وحبي والكردة انا خرجت من الولايات. شي سمع عندو معاه. حتى انت جاوب على هادي بعدا. ماشي الله كي كيدير لي الاخرى الاخرى سرد الصاحب شعر. ولكن هاد الميساج ما تصايبتي. الهادي. لا تخيشي صاحب شعر. انا صاحبتي اش كيبغي يعرف دابا طيرو بلاصي ديك اللعبه اللي مشيتي تيجي لا لا. غتشوفي انت. وشفتو فيها لا لا. وانتي دابا السوق شي خليني ندير تخيش دوايز. قالت لي لا لا كنت. ما انا لا لا بزاف عليها. انا كنت من عام وانا كنضرب الزنقه الحمد لله الحمد لله والشكر لله هي داكشي اللي ضرب انا نشعر هذه راه ما بغاتش تبين وجهها مزيان ورا الفيديو اللي صيفطت لك سونيا اللي صيفطت لي سونيا وريها ورا وجهها الحقيقي سونيا سونيا صاحبتي ملي جيتها لقيتي ما عرفتش صيفط لها هذا الشيء هي تعرف المهم انا درب دابا فين علاش خليتي نحول لك شكون عرفتي خاص نجبد مع راجلي هذه راه مجوزه لا لا غنهرب من الحسين وغنجي بنتها ولا بولدها تصور عندك انت كتسكتلو عليا تصور قال لي شكون غتسكتلو ورا الاخرى اللي مسيفطاها حيت عارف الغيره بهادي تاكلها دابا الاخرى هادي كانت جات جربات واحد 10 ايام في الدرب شكون هي هاد المقدوره هادي ما كنتش كنحملها والله حتى مقدوره لا انت مقدوره كتصور وكتسيفط راسها هاتي قالت لي كون كفت تما جبتو هنا مشى الراجل لا لا الناس كيتفرجو فينا لا كيتفرجو فينا ناس كيتفرجو فينا عائلات دابا واش كاينه شي عاهره رخيصه تنقد الناس هما غطيت هادشي بدون مبرر دابا فين علاش خليتيني حتى هو لك شكون راه مشيت خاص مع راجلي راني في كازا في كافي خلود صافي هادشي شفناه واخا واخا ها هما زاكين دابا بغيت غير بعدا السلام عليكم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء بث مباشر مهم جدا كيهمكم بزاف بث مباشر غادي بث مباشر فيه جوج ديال الاشخاص ما فهمناهمش مرا وراجلها اش باغيين الله اعلم هاد السيده وهاد السيد غير خلي هاد الشيء وراني شفتو ولكن اسمح لي الله يجازيك بخير هاد الشيء راه واحد الانسان ما بغاش يدوي مع واحد الانسان راه غيكتب له ميساج الاول غيبلوكيه غير سمعني يا حمزه جاوبني على هذا السؤال دابا غير باش دابا انا واحد السيده كتصيفط لي بلوكيه الاخرى اللي عندها حساسيه معاها ولكن علاش هذه تصيفط لي هذه دافع دافع الطلاق باغي نشاقص سيام ولا ما عرفتش خمس سيام هذه رياليتي في ديال الواقع سيام ولا خمس سيام ما عارفاش انا في كاينه بحال ديما ماشي اول مره خارجه من قول لي شي طريقه قلبي انا عامر هادشي عاودتيه لي الحشيش دابا تشدوني بالحشيش شدوك سكران وما قلبونيش وما جبدوش الحشيش وخداو الحشيش وطلقونا وانت بغيتي تشد معاه فكر قلتي لي لا تعطيه ليا بس ناخذ صحه من عندك وقال لك يلا نطلعو حنا غنطلعو طلعني قلت لك حيتاش هادوك ماشي ولادك وانت تقول لي لا والو هذاك تخرج خرجتك ولا هذاك الحشيش انا كنشري واش خرجتك هذاك الحشيش واش خرجتك ولا ما خرجتش انت كتجيبو لي انت اللي راجلي يعني ديالك انا اللي كنكميه انا كنقول للناس ما كنكذبش انا ما كنكذبش انا مشكلتي معاك كانت هو الشراب هي الدوخه ملي خرجت تحولت ما مشيتش سكنت على الزوابريه مشيت شريت مع على بظهر المحسنين دوك المحسنين اللي ضروا هانت شنو جديد ليا استهلاك المخدرات الضرب والجرح بواسطه السلاح التهديد شتي فاطمه الزهراء هادشي انا كنكتبو هادشي انا كنكتبو واش هادشي انا كنكتبو صيفطو الوكيل لا ولكن هو لا اله الا الله راه شافوه دوز 24 48 48 24 في 48 بغا شي يحسب صافي راه كعاو وقدامهم كيقول لي قلتي لي بغيتي دير قال لك ندير حشتي مشرشمه وبنتي قلت لي قلتي لي راه قلتي قلت لك ما عندكش مع بنتي ونقول لي غادي نخرج ملي قال عند الناس خليو خليو الناس كيتفرجوا فينا كنحشموا منهم وشي حاجه نقولها بالتغم كيف كتنطق باش يحس بيا الانسان كي سمعتها حيت هادشي راه الراي العام ما غادي لا الراي العام خاصو يعرض الواقع غتجي مسخره انا مسخره حنا مسخين دخلت على بوجه الله انا حامض حالتي كنبان لك انا نقيه اللي هو لا راه خليت وسر عقليه راه من كيف من 10 ومن 40 يوما صار من ومن رخيص 18 عام ولا غير بنتي انت حره ولكن المشاهد المغربي ما نشروش عليه يسمع ما نشر انا بالعكس راني كنقرش قلت ربها كي قال هو والله لو خا ربها كي شو الراجل صفر انا بغيت نشوف قدره ربي فيا جا جا حشابه بزاف حنا محاسمين جوج كتير قال لي شحال الزنقه عيب ديال الله الزنقه انا هادشي ما درتوش اختي وما عيرتو انا ما كنتش معاه خاصني خاصني
من اللايف هذا روكرون ديالي من اللايف ما قدرتش انا طحت مع حتى شي واحد انا من موراك وهادشي عاد لقيتي هادشي في اللايف ملي عرفتك انت غدار غدرتك عادي حيت قلت لك النهار الاول تبدير هذه اللي خدتها صاحبتك حسنيه وصاحبتك الاخرى هذيك خديجه كيقولوا بلي انا خانزه وكلي مجربه وريت الناس اللايف بلي الحمد لله هذه تصرفات ماشي ديال مراه مزوجه ووليداتها شبغيتي بنتها انت شنو باقيين باغي مع بعضياتكم شنو باقين باغي مع بعضياتكم قول لي شنو باقي البارح قال لك انا كنتسنى نهار 13 شهر تسعود بفارغ الصبر باش نطلقوا باغي انت داك ناقش بابكو يدو يبان لها داك الشيء شنو دافع لا انا سولتها رجع بان على بلاتي شفتي غلط ليه نهار واحد شهر منها شي عندي شي هو نهار شي شهر 7 دار لي وتلي دوي معاد ومع الموفيد ياك جيجي كيجيني انا في القهوه ياك ياك داك الشيء راه كيتقول الساعه سيري ولكن وانت الا وخويا بقيتي في ديك الحاله عادي دابا فهمتيني واحد بعدا لي راجل اصلا ما تخش يهضر في مرتو بديك الطريقه داخلين وحدين بيناتهم وبالكدو نفس الكلام كدو فرشكوها من الاخر باغيين يفرشكوها باغيين يفرشكوها ولقاوه ساهل ما بغاوش هما يفرشكوها ولكن سيدي ما بقاتش بغات سولها واش باقا باغيه انت انا الغدا ما نبغيش كاع اللي غدرني قلت لها دابا دابا قدام هاد الناس كاملين اللي كيتفرجوا شنو نكملوا الطلاق ولا نرجعوا للصفايط انت ملي بدلتيني وبغيتي هادي قلتي لها حبي نكملوا في الطلاق البارح قلتي لي امنيتي نجي طالق طالق على ثلاثة على 18 الله يعاون اجي حمزة اجي طريق اجي لا شو بغيتي انا ما بغيتي ديكودة ماشي انا تحط لي في وفين حط دابا غير انسان كيتناقش وكيقول لا خليه يمشي خليه يمشي قالت بغيت 28 ويرجع خليه عبد المولى اجي كمل هاد الشيء هنايا راه ما يمكنش تخلي هاد الشيء هنايا هو غيمشي غير كيما غيرجع ما غيمشيش علاش جات نظرك غادي يمشي يلاه خلص ديال الطوالات يومين ما كاينش معايا في الدار جمعت لي الحوايج واش خلاص كانت ديال الطلاق والزوج لا اله الا الله واش بغيتوني راني نهدى لا تخرجوهن جد وجدهن جد ورا طلقني شحال من 1000 مليار مره طلقني وانا باقي نعرف الحرام ورا الانسان ملي كيطلق لا وين راه طلق راه ما فيش راه الاخ ياسين الامري الاخ ياسين الامري سمعت شي فيديوهات عنده كيقول باللي الا خرجات من فمك راه طبقات راه كيطلق 3000 وراه طلق 3000 هذه راه سمعتها 200000 مليون مره يعني انا وين السيد كيدير عليك السيد باش كيرجع اختي كيدير عليا كيما شحال من مره نزلتي بقى في وجه لا هي مره اللي بقى في وجه شفتو هذه لا غير هذه علاش جي لقيته هكا مقطعي لي حوايجو كلهم محروق قلت لا اله الا الله محمد رسول الله ما انا ما عندكش ما دويش ما هضرش هاد مصطفى صورتو وصورتو صورتك التصويره شي التصويره وريتها لك يمكن قلت لي انا حشومه اش درتي دابا صورت واش كاينه شي وحده خمس شهور قالت وي ساكنه معايا وما كنمسهاش وجات كورونا وانا النهار غادي نحمل انا في شهر 12 ولات في شهر 9 ولا حملت شهر 1 ولات في شهر 9 في كورونا وقال لك خمس شهور قبل كورونا وهي معايا اش هذا هذا قال لك دخلت القهوه والدري قال لك راجل عنده 70 عام جاره واش فرج في الكاميرا ديال القهوه الدري حدانا وتشادينا ومضاربين والدراري تشدوا الدراري ما خلوهمش يخرجوا علاش هذاك قال لك باللي انا البرهوشه ديال بنتي على الله اش كتقول بنتي عمرها خسرات الهضره ولا كتخسر الهضره وراه هي قدامك سيري تصنطي لها ودوي معاها ونخرج ونخليك مع بنتي ولا سمعتي قالت بنتي شي كلمه العيب يدك طويله عليا شنو بنتي انا كنعلمها ما كنعلمها الشطيح بنتي شكون انت قلتي لي يبكوا قدامكم يرجعوا عند البوليس قلتي لي شدها ندير نورك عليها انت قلتيها لهم شكون انت قلتي لي عندك جماعه قلتي لي شدها نورك على ربيتي هي ما عاد بلا مش طراي ورا البوليس كاينين قلتي بلي انا شدوني البوليس قلتي قدام البوليس راه يشدوني وانت قلتي الكلمه هذه قدام الله يرضي عليك انت الله يرضي عليك عاد انت انت مشاهدين انت حيت انت ولد الحبس اش كتقول انت حبس كتقول انا ولد بوم هي كتقول انا ندوز كتقول انا ندوز 11 عام و10 شهور ديال الحبس كتقول حبسي ما يدوش في الزيرو ياك سي حمزه عارف انت بلي الشراب كيهرس المشي عارفهم بلي ما غيديوش الشراب ايوا هذيك المره الاخرى هذيك 24 ساعه باش قلتي هذا الهضره قالك الشراب كيهز البونت راه كاين لا شنو العكس هادي ما كيقولوا لك العكس نطي العكس نطي اللي عندهم تجربه راه يفهم شوف شوف تصنتوا ليا باش نقول لكم باش نقول للساده المشاهدين حنا بزاف منكم غيقول له ما لنا حنا على الزمره ونسمعوا هاد الهضره بغيت نقول لكم ان هاد الشاب وهاد الشاب نتيجه ديالاش ديال البليه ديال المخدرات
كيفاش الهمام اللي مربي من عند ربي باش نوصل ليكم بلا سلام الان في الزنقه ما كنبدل على شحال على قرقوب هذا الولد اللي قال لك انا كنشرب ونتقرقب هذا الولد اللي كتشوفو فيه الحشيش ما كانش عندي باش نشري هذا الولد اللي كتشوفو فيه ولد عائله ولد عائله ولد عائله محافظه وهم وخوتو ناس في المستوى مع ناس ميسورين الحال بقول لي يدير بوجهم ولكن للاسف الشديد راه هذه نتيجه ديال البليه وهاد البنت اللي كتشوفوا فيها هي بنت عائله انا بنت زاقه انا ما كنعتارفش بالعائله راه سببها هو باها ما كنعتارفش يعني لكم بخير حنا اليوم راه ماشي باش بغينا نتفن دابا مالنا حنا اش غنستافدوا من هاد الجوج بالكم كيتعاطاو قدامنا اه راه غتستافدوا تشوفوا فينا اليوم راه فعلا راه ولاد عائله وكان من الممكن انهم اليوم يكونوا ايجابيين في هذا المجتمع كان ممكن اليوم ان هذا يكون اب صالح ويكون ام صالحه ويكون خدام ويكون خدامه راه ولاد عائله راه ربما الاب ديالو تشوفو راه كتشمو تهزو فيه الراس سبحان الله ولكن حمزه ما عرفش سبحان الله قاطع راه هي جبنا جبنا صالون من الدار من الدار من الجديده صالون رايج قول لك كنبدلو في الطلاماط ومخاف معاه ويا جبدات حجاب هي جبدات وهي وما الصيه كنقول لها لا لا ما تدخلش للدار لا مرش خويا او هاد مرش خويا اللي ما بغاهاش تدخل للدار ملي كينوض ليا انا وسمعني شي بدا مزال كنقول غنجري على راسك وغنفرح ما تبقاش تقول لي كلمه اللي كيقول استغفر الله العظيم علاش خصك تسب الدار الالهيه وشو ما تسطيتو انا ما سبيش ما والو حيت انا كندو معاك لا دابا حش قدام الكاميرا دابا واش تسيب قدام الكاميرا على الاقل قدام الكاميرا نحترم لا شي جبدات جبدات هي بيديها حجاب من وسط المخده مخيط بالزربه المخده اللي كتكون ساحرين ليكم زعما حمزه مكتوبه فيه راه الله يبكين حاضر علاش يسحروا ليكم واختي وباغي نهجونا ودارنا وليت كنبسها في الزنقه انا قسما بالله العظيم قرب قرب لا داري والله ما بقينا كنحلوا ووقفوا تحتها دابا انت كتشوف ان العلاقه بينك وبين ناصيره سببها الشعواده واقسم بالله لا داخل الطار ماشي البليه لا ما سمح لي البليه راه هي الشراب حيوتو ما كتشيش معايا ولا هو مخاصمين اللي راك ما كتشي معاك شحال سيما ما سيما ما شربش لا ما شربش والله ما شارب مليح مليح صافي متمن قسما بالله لا شارب متمن شارب البارح حاسم انا وياه دابا واش فرست ان الطلاق شحال مره طلقت يا سيدي دابا الله اعلم عاد دابا قلتي لي راك متوقع الطلاق ثالث راهي سولتها لا ما باغيش المعقول الا قلتي المعقول كيتعصب عليك فهمتي باش الشرع الشرع راه طلقني طلاق ثالث سي حاج مليون مره ناصر اختي خليه يجاوب نعم محمد اختي على والو تلقات ليه انا راسي عامر ميون ما سامعهاش اشنو كتقول في ذاك اللايف تضرب اللايف مشى قلت لك حقي ما دويجيش على راسك ما جاوبتيش ما درتيش قلت ليه يلا سولتو قلت ليه كيفاش تصالحنا بصالح الاخرى ما راضيش يقول بلي راني كنت ناعس وفو وشافني بقيت بقى فيها الحال تفكرت الطعام والله الا تفكرت غاديك الشيء لا كان شي حاجه زوينه لا كان شي حاجه زوينه الا تفكرت ديك اللحظه ديك اللقطه درنا اللور بعدنا على الشو على عباد الله وريح حتى هو بحال هكا بيني وبين ميتو والصرف هادشي انت دابا النظره اللي كتنظر فاش كنت كدير تكلم كتكلمي قيسي نيكوتين غادي تكون تشي قيسي قيسي انا عندي هادشي دابا قلت لها شنو هو اللي يرضيك حنا في الاول كنا دايرين كيف دابا راه كنقز لك من حاجه لحاجه دابا انا كنعاود لها دابا بلاتي طاري البارح دابا تسمع غير البارح وخلينا نجيو على الاول البارح ماشي البارح لا وتعاود لي البارح هو لا ملي سمعنا هاد لي فوكال عاد حق جلسنا وكل بعد ما جبتش لا داك النهار غير هاد النهار حنا ما حاضرين انت ناصره المشكل ديالك واه اختنا هذا انا المشكل ديالي اختي هي البليه انا باغا نحيد البليه معاه ما غنحيدهاش الا هو انا كنكمل الحشيش كنت كالما هو غيشرب الشراب ويلوح ليها ويولي جائر وما غايجيش يتقبل المعقول لا اختي انا ويكمل الحشيش بحالو ونتوليو ما كنكملش صافي كنكملش هو ما حيد داكشي لا حيد الحشيش حيد كلشي وانت انا حيد الحشيش ملي راجلي ما كيكملش انا ما عرفتش كنقولك ولا تسيد البنت تحيد قرقوب ويرجع لا لا هو هو ما كيبغيش ياك يحيد داكشي الاخر ونحيد انا الحشيش ونبدا نصلي ونبدا نتوحشي واصلا غيبقى يرجع لي عقلو اصلا
غير بدا يعقل على كل نهار بنهارو. دابا كتشبع تهضري كتفكري تسقط تصحي في البليه. انا عارفه حيت الفين النهار عارفه حيت نعمي وبقيتي اشرب وبقيتي اشرب داك داكشي لما عندك داكشي الحوايج ضربتي مع خوك ضربتي مع مرتبو ضربتي مع الالم جريتي على باك لوحده الليل عيرتي با عيرتي لي بموز قدام خويا جريتي على خويا كورونا ما خليتي ما قلتي ولد الناس بنتي شيرتي بكاس قلها داك النهار هزيتي السنطه كنتي باغي تضربها في الطواليط عيانه ما خليتي ما درتي هادشي ما كتبغيش تسمعو بغيتي تسمع انك انت درتي فيا الخير الخير ولد الناس نهار الاول قلت لك حمزه ما نتزوجوش حتى نولد باش ما تقولش لي راني درت فيك الخير وعلى هذوك الشيكات علاش انا شديت في كلمه واحده اما واحد الانسان كيشرب وكيتقرقب راه حمزه راه ما نتزوجوش راه دازو ناس بزاف شو ما كنديروش راه ما كنديرهمش نهار عرفتك يا حمزه عرفتك عرفتك ما بغيتش نصحب مالي حالي ما بقيتش كتقرقب لا دابا رجع ليا ما من اللي كتعرفته حتى تخاصم حتى تحول ديميناجيت ما كيتقرقبش غير ديميناجيت جيت العكاشة من هدر بالنجمه من درب النجمه لهنا السيد هو يدوخ خلطهم كاملين وكتب فيها فمهم يقول قال لك انا فمي ناكل به انا فمها تاكل به الشوك وانا فمي ناكل به فريز كل التوت البري والفريز اللي فيه ويغوج من الاول اللي نقول لك دابا دابا سمعيش انا في السرد قرب العيد الكبير حنا شي عيد ما كندوزوش بخير غنعيط السيده تجي تعاوني في الدار والله شوفي دابا خليني نهضر العالم هي والله ما خلاتني نهضر خلي عيد كمل خلي يقول قالت لي غنعيط للسيده تجي تعاوني على حساب العيد الكبير عيطت على هوندا الزاز الرحيل الروح وكون بغيت نقول لك اشري بيت خليني ندير ميناجي غتخليني دابا وخلينا غير هذا وي كورا سب سب وتنهض كورا المرا كلات لاصه والمراه تا تحول تمشي مع قلت لي انا المراه غتجي مش عاد المراه هشام المراه جيت عيطت عليها وباش تجاوبني دابا ما خلاتنيش نهضر انا ما دويت يقطع البليه ولا يطلقني وانت انا دوي دوشي ليا زيد دوي كنبغي هذا ما بغيتش خلينيش دابا هو ما خليناك حمزه دابا بغض النظر على التفاصيل كلها هاد السيده كتقول باغا تطلق دابا نجي نجي اشنو بغيتي نتا دابا هي باغا تطلق مقنعه الطلاق ما غيكون خطر انا عندي لها خطر صافي نصيره دابا ملي خاطرها غيكون غا خاطرها والبارح ما خليتي ما قلتي في ليفوكا علاش دخل اليوم الشرف علاش دخلتي لها اليوم الشرف دقتها هي بالليل دقتها هي بالليل بدلت انا الكانوات اسمعيني ودخل من الشرجم فرقع الجاجه ديال الشرجم حلها بشويه ودخل من الطواليط ديال الشرجم وفرقع الماء ديال الطواليط ودخل حليت عيا بقيت زيد ناعس حداك واش واش ما عنديش دابا ما تخرجش النهار الاول دابا خلات فاش كنت من النهار تفارقت انا وياه وكل نهار كان باش عند واحد ولا كان باش في الزنقه وليدي وعندك واش السواج عندي كيف جيت البيبا ريش وعندك لا اله الا الله السواج حطيتهم لي راه الانسان ربو ما عقلش واش انا غادي ناخذ لي سواج وغندير بيهم نخرج وغندخل غير يشقموني شغندير دارو وميرك ورك عندك داركم الحمد لله نشرب في داري ونتقرقب في داري ونجلس في داري ونهضر في ابي فيديو في داري ويلي ما عجبهاش الحال تمشي بحالها ها طلقتي طلاق ثلاث كتقولها 60 الف مليون مره راسك حنا راه مطلقين عند الله الا جينا للواقع نتي ديك النهار مريح انا وكنهضروا قلت لك راحتك قلبي على راحتك حتى النهار الاول قلت لك راحتك خليني نقول لك دابا تفارق خليتي لي راحتك قلت لك تطلقوا ما كتسكتش قلت لك قلبي على راحتك انت ما تقلبيش على راحتي انا قلتي لي راحتي خويا كنقلب عليك قلتي شخص راني راحتي قلتي لي راحتي معاك لا سمح ليا ما قالتهاش والله يلعن الشيطان واش كاع حسن قال لي راحتي معاك دابا انت شنو قلتي عليه راحتك في الاول يا ديزا شتي تصالح لما جيت دابا انا ما هدرش ملي هذيك الاخرى حكا ماني ما عاقلش ايوا خويا حيد عليا هادشي اللي ما كتعقلش واه شريفه نهضر من اللور قبل ما ندور اللور شي جي عكاشه كريشي ياك 6 ايام وانت موضره تعيطي بوحدك بالليل لا ما عيطش لك بوحدك بسم الله ما عيطيش انت لا لا انت اللي معيط جيتي عند هامش انت اللي عيطتي وعيطتي وعيطتي وبغيت نعرف البنت موسخه شوفي وحده عندها اجونس دو فواياج بنت مول لاجونس دو فواياج واحد العاهره واحد بنت موسخه يا اكثر من هاد خيتي كتقول لك انا بنت بكم اسمع تسكت ما خلي واحد واحد قالت لك لا لا اجي راني كنت معاك الله بغيت نعطيك حولي فين كتسكني كتابعو كاشوي تم جيت انا ملي غيتم جاي داخل عليا عاد الديفور بلا ما نجي لعندو هو
صافي هادشي راه قلتو للناس هادشي اش بغيتي تبغي تقول لي شي حاجه ما قلتيش صافي داك الفو احنا الاولى والاخرة الفو ما عندنا ما نديرو به الشريفه تحول شي العكاشه ياك جيجي عندي سكنت معاك رونتي الدار بوحدك تعصبتي لا حتى انت كتستافد انت مستفز رونتي الدار بوحدك انت مستفز وندمت شديش مستفز وندمت لصالح اللي جيت عندك وعاود كنمشي الحشيش شي درت 48 ساعه لا سمح خرج والله ما دفعوا معاه الحشيش كون دفعوا مع هذاك الطرف قدوكا قسما بربي ما يخرج يتحول والله ما دفعوا معاه غاندي ما دفعوا معاه جبدي لا تعال جبتي الكنزيان الكنزيان ما عطيتهم انا شي حاجه شتيني قال لك شي واحد عطيتهم شي حاجه عطيني السيري عطيني السيري ديال داكشي اللي عطيت انا البولي عطيني كاميرا شاداني انا عطيت شي واحد شي حاجه بقيت تحولت لدربهم ودربنا اختي داكشي اللي عاودتي لي لا سمعيني لا انا عطيت انا الفيرسون ديالي فدربهم اختي واش انا غنقول للسلطان والو زقت ناس خفين قلت له قلب لي انا الفيرسون قال لي كاين واحد دارج نحكي يلاه نمشي مشيتي طرا مشيت سكنت دخلت داكشي مضي استغلوا مولا الدار والسمسار استغلوا هادشي كامل لصالحهم حتى انا مخبي على هذا ما خصنيش نخرج خصنيش نهلل في الاخر وانا نفرقع مع كلشي وكواك الحق ولادي كيضيعوا انا كنقولها لهاد الناس اللي تبان وليك والعالم ويا ربي بغيت نشوف قدرتك فيا يا سيدي ربي وكواك هادشي اللي كنعيش فيه من شحال هذا راه غالعاده دابا تجي راحتك دابا كما قلنا هذيك النهار راحتي عندك دار قلتي قطعت اسمعني بيني وبينك الله اي وقت عيطتي لي نجاوبك ابل فيديو ما تسكنش معايا سير دار قطع البلي وسير تخدم وقول لي بخير خليني نعشقك خليني نبغيك دابا راحتك حبي غنجيو نلعبو شي ماتش نلعبو على شي ماتش كتقول لها ريبه وانا النهار الاول قلت لك راك ما تديوش اسمعي سمعتي شاف انا قصك شهر من السطر انا راه بطك خليني نسادرك هضر هضر حتى لا ما تستنيش وقال لك شدني واحد صحه حيت شو ما دريك ما بديتيش ديكلاري بيهم وانا اللي راجلك سواتي انت ما راجلك ديك الصغيره ديك الصغيره كنت صغيره لا هضر انا درت معاك قبيله ورا فهم حتى لا دوي اخويا انا كنت شد انا كنعرف الدراري نهار عرفني كنريحها في القهاوي قلت ليه ولد الناس غدير هادي ودير هادي ودير هادي راه غادي خويا غنخرج راه ما عنديش فين نمشي راه ما عندي والدي ما عندي لا قناه لا فلوس ديك الساعه لا والو قلت ليه واكواك الحق ما بغاش يسمع مني هزيت اختي حوايجي مشيت عند با ما لقيتش فين نمشي طلعت عند زوفري ولد دربنا في الدار ديال الدار مملوك حتى دخلت يا مرت الراجل والراجل والراجل الراجل اللي باغي يكحني من اللور وقالت ما خلى ما دار معايا في ديك الوقيته على اللور علاش خرجت وقالت اختي بحال هكا في المراح ديال دار زوفريه جاب الدري قلت لي انا مزوقه ولادي ما لقيتش فين نديو بنتي مراه ناعس عليهم وولدي ناعس عليهم قلت لي خويا ما لقيتش فين نمشي الدري ما كنهضرش معاه حشم دخلت دري كي طري عندنا سيره راك مجوجه وانا نقول بابا الو بابا انا في دار عبد الصمد الدار ديال القاسمي الدوج الدار اللي حداك انت في الشوكه من هوك الدار الثاني في الشوكه من الجهه الاخرى راني في نفس الصف ديالك بابا عندي وجا عندي عارفني كي دايره با كون بغاني كان يخليني نشوف الزلقه يعني عارفني راسك ماشي دريه ياك اه عرفتي فيا زمنك حشمره شي بالزمن زمنك بس منك حيت كتشوف بعيني في المعامله معاك ومع غيرك وقدامك وراك واه التلفازه هذيك واه واه شوف 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 صافي صافي سيري الا كان شي واحد سباب الله ياخذ فيها يا ربي لا كان شي واحد داخل الجال انا حبوبه ليا انا عندي صحت وعلى على عبية وعلى التمريض وعلى تخسر الهضره هي من دوز عيطه وعلى الفشل يا ربي وريني قدرتك فيا يا ربي ويلا من شي واحد يا ربي بارك عليا عييت شي حاجه اخرى الله اعلم قلت لك ولد الناس طاح عليا قلب لي خلينا نتفاهم انا راه ما كنت قلقب ما كنسكر ما غنعرفش نتفاهم معاك انا حشيشي وتسكيري ما غنفهمش حيد شرابا وكي غندير انا نحيد الحشيش وانت كتزيد كتستعبد مني حيدتو انا حيدتو ما حيدتو وانت دابا دخلت عليك بالله انا اختي درت فيك خير وديما كنقولها لك باقي شي خير من عند الله المنان خير ولا اله الا الله انا خاصني ندير بوجه الخير وفين هو هذا الخير قلتيها في وجهي في ظهري قال تخاصمنا وقلتيها للناس الدراري سكرتي عليها ما خليتيها من قلتيها جبتها من الزبور باش انا تشكري ضرب ويدات صاحبتك اللي كانت قبل ما تعرفني انا هي اللي بعت لها حوايج تاع شايفهم يعني ما كنتيش فين كنت في الزنقه انا كنت كاريه داك البيت لبنتي انا ما كنتش كنبات معاه كويزينه ب 500 درهم
وكنت دايخه بدين امي الحلوفه داكشي علاش بنتي تصغر وانا الزنقه ما كنأسل بالليل والنهار هذه الزنقه عندك لقيتيني تحت كراس انا كتقول الناس لقيتيني تحت كراس تحت كراس هذا من قال الجلال والله يا ديال بنتي جديده كنت نازل ماك كنت نازل الزنقه الزنقه شي تحت كراس والله يردين اش كان بات بارده حدا الناقه اه قال اش كان بات حدا دارنا مسكينه ظروفها اللي كانت خشات انا حنا ما تحلش ولكن ما تبقاش ما تبقاش من بها انا الطريقه ديال الهضره راه الطريقه ديال الهضره ماشي الجهل ولا اله الا الله ندوزت انا العاده باش بغيتيني نهضر معاك بكوده والله بغيتيني نقول لك واقيلا زوجي الحبيب اتوسل اليك ديك السينما ديك السينما مولفه باللايفاش ومولفه اه الله يرضي عليك حتى ولفتي وعلى داري انا ولفتي انا كنصب على المحسنين راه جاوب على راسي ما جاوبتيش كذبتي واش انا كنصب على المحسنين دبري راسك قادر نور حتى العيشه معاه هو اللي كان عيشه معاه لا هو دابا هضر هضر قول الواقع كيفاش لو اعلم فمك عندك تاكل فيه الشوك كليتي وشربتي من المعلم معايا ومع المحسنين حتى طاب قلبك انت جيتي وشربتي معايا من عرفتي زمنك زمنك وتزوجتي بيا بغيتي نصرف عليك راه زمنك غتصرف عليا راه كنصرف عليك وملي جاو فلوس وحدي مابقيتيش باغي تمشي تخدم مش ما بقاش باغي تمشكل هاد وجات منين تجي انت وحدك جيتي درتي تجي كانار اش دار شي ريف تجي با با عيط نوتي نهل لا علاش اخويا انت بغيت تقول لي كاين ولي ما كاينش بغيتيني انا اللي كاين ما نقولوش ها انت هنا خليش العشاء ان شاء الله يرضي عليك تاد محسنين ما دايرينش انا غير لا انا ما عندي انا ما كنعرفش شوفي شحال مره قلت للمحسنين شوفوا انا حنا ماشي ديال الطلبه وحنا ماشي ديال الصداقه حنا عندنا صحتنا كنشوفها تواكت لا اله الا الله كنقولوا عاونوني الا قدرتو 100 درهم شي مليم طبعا مساعده عفوني خا محتاجه 104000 هي اللي غتاخذ ديال الحشيش الماكله وتاخذ ديال الحشيش والكار 200 درهم تاخذ ديال الحشيش والكار والحليب وليكوش تقدمها فهمتو تقدريش تخدمي انا صافي لا باغا نخدم اختي مشاكل ما غتمشي عندي انا تعرعر عليا في الخدمه لا قال لك حبك ما تجيش تخدمي عند التوكي غتكمي وفي اللايف هاني نطلق ستا ما فهمتش انا هذا المنطق كيفاش غتمشي انا مشيت نخدم غنكمي في الطواليت غيعرفوني كنكمي وفي اللايف حتى واحد ما غيعرفني كنكمي دابا شنو بغيتي انا صافي واش بغيتي تفرقي مع سيدي ولا تبقاي معاه اختي ماشي طلقت مره طلقت وطلقت ستين مره واش بغيتي تبقاي معاه ولا بغيتي تفارقي لا اختي انا لك انا بحال هكا نتفارقوا حمزه لا باه واخا 13 شهر عندكم المحكمه عندكم بغيتي عاوتاني نلقاكم مع بعضيا لا شو شو سمعي سمعي قسما بالله ونقول لك وانا مديت تقليل شي هادشي والله ما عادي وخليها هي غتفرحهم اش داكشي اللي كيدير في هادشي هي غتفرحو ناصر اختي انا حنا في كلشي بلاص واش هو دري واش دري واش هو ساحي ساحي راجل كيبغي بخير ودير معاك داك شوفي شي تفرض عليا شي حاجه قال الله انا نحير تفرض عليا تالا خلق رقبي وشراب انا ضدك انا ما بقيتش كنشرب راه شربت البارح ما بقيتش ما بقيتش انا وياك والبارح اش درتي باللي تقرحت شحال علاش كتسول انا قول لي شحال باش تعرف باش الناس 8 اختي 6 ولا 8 ما كيصحاش منهم الانسان من ليله الوضحى راه ماشي خا والبارح شرب يعني دابا هو اصلا ماشي نورمال لا خصو يصحى لا ولو ولو انتما انا شوف انا راه باش كنا خدمه وانا كاريه ومع ولادي كنشرب القهوه وما بقاش عندي ساعتي علاش حيت ما بقيتش كنشرب داك السيرو اللي بقيت حشيه ديال الغلط باقي في النار داك نورافيت وداك بيطاسي هذا الفخصه ديجا بغيت هذيك السيت باقي في النار مازال فيكم تعيشوا اختي لا سمحي ليا تحبي لي كنخلص انا كيمشي يجيبها ديالو اختي خدام يجيبها ديالو طيب الله يرضي عليك يمشي يجيبها ديالو دابا دابا يمشي يرجع عندنا يجيب معاه مصيريت يعني الانسان ما بغاش كاينين ناس اونفا كيديرين كيديرين وكيبغيوه وكيتيقوا فيه وما عرفتش كيديروا معاه ويصيفطوا لي الحوايج معاه ويصيفطوا حوايج لولادي معاه وما يخليهم ما يعطيو يجي العيد الكبير ياخذ بوشيطه من عند هادو كارني من عند هادو بوشيط دوك الجوايات من عند هادو جوه من عند هادو جوه من عند هادو ايوا سمح لي اخويا الا الكاو الا داك حبك الغدلي تقول لي ما عاقلش عيش راه سنين انت كتقول لي ما عاقلش حيتش لا اله الا الله حيدتي حجج دابا خارجين يلا مشيت رجعت معاك لدارك ترجع نحس بحيت حيدت يعني حيدت بمره حيدتو اختي ماشي البارح شربت ست القرقوبيات والبارح شربت الشراب والبارح ودابا حيدت الصباح باقي ما وصلتش اللي راه متحرك اذا ما حيدتيش لا ما حيدتيش لا سمعي واسمعي خلينا ندوي اللي ما تبقى معاني ما خليتيش انا بعدا وهي
ما كنبقاو ناكلو بليا صليا لا هي لا انا انا بعدا فاش كان انا شوفي قبل ما نقول انا متناقض عرفتي علاش عرفتي علاش حيت هي كتقول لك ملي كتكونوا في الدار الا كنتي قاطع مع عمرك ما غدار اه راه قال كيفاش ضربت انت كورونا رمضان ما الانسان كيقطع شعبان رمضان قول اللايف تقطع قول اش ترى انا علاش تقطع اللايف حتى سمعت الصوت ديال ديك مدامتهم مدامتك صوفيا اللي بغات ديك الميديكال اللي كنتي قاطع البلية سمعت دي بوكو ماشي راه حنا جالسين في القهوة ساحين قالك شي دي بوكو ماشي محيدين داكشي علاش السيمانة ونمشي غير المحلابة باش مع ثلاثة جاني الجوع إلا مشينا للمحلابة جي واش غادي معاني شويه باش تغوتو باش هلي لا راس مالي انا غادي باش غنشطاك سير نرجع انني انا وخا مشيتي ليا عطيني صحتو ودخلت عليك بلا ما عرفتش غادي راس منك المرض ومرتي غتحلي راس بالزمان هالك ولا ما غتحليش ليا راس غتحلي لك راس باش تشوف على راسي راه ماشي بحال هكا لا ورا انت كتقال اكثر من هكا راه كنقول قدوه بشويه ما كنجيش نجدوه بشويه راه ماشي صحاب باش تعبر انا شحال من خاطر ماشي صحاب لا راه كتقري في عصام هي كتناقل معايا بالادب بلا شي لا ما كاين بالادب ردويت معاك وساحي كنمشيو الغد ملي كتضربني وكتفرقعني كديري لي بحال الصباح بكري وكتجي عليا سمحي لي ما عاقلش والو وكنقول خويا راه البليه ودويت مع جميع النواب معاك ما كانش مبلي كنت غادي المحلابه ديال خدمه صاحي لا 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 شوفي هضره خاوي انا نقول لك انا هو قدام خيسان الله يرضي عليه شوف ملي تصالحنا دابا ما بقيتيش كنشرب قلبتي واحد صافي لك طا باش على الشراب بعد الله شحال كتشري هاد لي بوتري شي انا شحال تتباع نورمالمون كتباع ب 1000 ريال ولا كيعرفك يبيع 1040 خساره انا كناخذ 3 ب 100 بروموشن فورفي لا حيت واش مألو يعني قبل ما نبيع انا ولا قبل ما نولي نبيع انا كنعرفك 3 ب 50 درهم يعني كيبيع لك 3 ب 100 درهم 3 ب 100 درهم يعني 6 ب 200 درهم عاد خدتك الباكيه عاد خدني على الطرف بزاف كبوك عاد القهوات وعاد فلوس الطاكسي شي نظام اللي كيكون هذا ماشي باش ضريري واحد وعاد الطلب بصح انت كاش عارفين الناس وحبوبات الناس شوفي لنا اختي الله يرحمك الوالدين شي طويل شي كاج لولادي شوفي لي شي حد اختي اللي شد لي ولادي ويكون مرا وانا المرا انا ماشي بدار وكان تبر كيفيله باش تعرف شي حاسه وترجعي قلت لها المراه ايضا هي مونطاج طبيبه وباها طبيب وامها طبيبه وقالت لي يجي لعندي انا نصيفط لك الفلوس جي في البوراق الصباح ورجعي في العشيه وغادي نجلس معاك وهضرت معايا شي ساعه وزياده وصيفطت لي وانا بغيت الدواء لا شي الدواء كاين لا وين خلي وليدات لا في المراكز وسمحي لي كنهضر دابا ولاد صراحه عايشين معاك مزيان لا ولا اختي لا ملي كيمشيو اختي كيوقعوا الفساد في الديور ديال القران رجال كيتقالبوا في ديور القران لا كاينه شي شافوا هو بعينو قالوا لي في القران كنقرا فيه في طنجه لا سمعنا العجب شحال من واحد شوف دابا خرج بعناني وليت مثلي بكثره ما تحككوا عليا في لا سمحي لي كاينين دي سونتر ديال الدوله اللي شو ما كايناش الدوله راه سمحي لي ما تخلينيش نقول شي حاجه اللي نتعاقب عليها ما بغيتش ولادي يمشيو عند ناس ما فيهمش انسانيه ساعه غتجي ساعه وغتجي ساعه ونمشيو نتناقشوا ولا النهار كله كاع ولا دير كيضلوا بحال غيخرج الطريط نمشي ونرجع لعند ولادي اش باقي لهم داكشي دابا كتسمع الطريط مو غير كيصحابي نور داز داكشي اللي تباع ب 10 دراهم راه هي الطبيبه كتسالي راه كاينين اطباء راه مشيت انا عند الطبيب شحال هادي انا عمرني شفت الطبيب صراحه بحال شي براديف فيتامين يفوا كيشدك كيشدك العصب ولا شي حاجه كدير فمك هادو اخو تبجيني اللغات السوشيال ميديا مرني قلت بان لا راه كاينين المراكز ديال الادمان فين تمشي تعالجي تمشي مراكز ديال الادمان اختي كتمشي كلشي معفر عليك طبيب معفر عليك كوميسير معفر عليك سبيطار كلشي معفر عليك وكلشي كلشي في اي ميسونتر دخلتي باي حاجه دخلتي بغيتي تقضي غرض مقاطعه ديال كريكوان ياك من حقي انني قيد ولدي تمشي نزيد في بوافي شحال عطيناه باش طيب الله يرضي عليك شوفي كلشي بالمباك صاحبي باش شدي طاكسي دابا هو حق ربي لا هو تسلف باش نشدو طاكسي وما كنتش مورياه هاد الصرف هذا قسما بالله الا هو اللي عندي وهو ما بقاش خدام داكشي اللي كنت انا حنا جلسنا تيجي خدمه شي شو عند فاطمه الزهراء
رد لي راه شي بار الوجه راه الحال حتى كذبتي لي خاصك تقول الصراحه كذبتي والله ما كذبش انا اما عجبت معك شهور انا ما نسيتينيش عاد قضيه فيل انا كنشد كلش عام عبدي الراقب انا حبيت كورونا ولات كورونا وعرفت في كورونا عملتي شهر واحد راجعين دابا كاين لا ما غيتفرقوش راجعين حنا دركين كيف انا انا خلاصنا الهضره كيديروا لينا في الطلاق شويه تقول لك راه مشيت انا وياه شي خفيه اقسم بالله العلي العظيم والله شاهد عليه لا ما عمرني بغيت شي وحده من خاطري بحال هذيك وعمرني من نهار عارف شنو عمر جيب الخمره ديال السروال يا شاف كيدير جميل تاع حاجه هاد الكاميرا بولا في الزرقاء والله ما عمر جيب اش فاهمني ما بغاش نفهمهاش الغدر والله ما كاين هذا قلب بغاو يديروا هادو باش يخدموا هذيك عارف انا بعدا حاجه وحده غنقول لكم انا بغيت نعرف هاد بوم اللي هادي بنته اين بوم انا بوم اللي كنعرفو ما يرضاش تكون بنته الاله تعيا تقول انا بنت بوم واحد المجلوقه كانت خدامه في الولفه في واحد القهوه ديال القمر ديما دايره بيريات كتراسي حجبانه حتى لحد هنا ما خلات ما قال جات جلوقه تاع 10 ايام وعرفتك وغنعذب ديال امك وديك حسانيه وديك حسانيه كتقول انا مشدوده انت حامله مع انس وبركة كتكذبي على الناس شوفتي بها على حكا حباش تقولي وتحاملوا عليا يلا طاح لك بنادم وانت دابا حامله بالتاسع حامله عاوتاني كتقولي انا ما كنسكنش بحالك راه طيبه طواليط متنقيله لا 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 ما تسبي طواليط متنقيله لا 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 نصيره ما تسبي حتى شي واحد حسنيه حتى هي ضحيه مرا لا لا بزاف علاش تكون ضحيه لا لا ماشي ضحيه لا ضحيه لا ضحيه حتى الضحيه ديال امها كيف كتقول ضحيه الا كانت امها سحاره كيف كتقول لا هي ضحيه امها ما عندنا الذنب بزاف ما يفيد عند امها هو اللي مسافر ولا هذاك ضحيه حسنيه ما يمكنش ولكن هذه اللعبه خشي هي لا ضحيه انا دابا هي لا ضحيه امها هي الله يتعذب امها الله يعين على الوالدين لا ما تسبيهاش ما تسبيهاش هاد اللعب اللي لعبت دابا هي ملي عرفت انا مغاصبين وصيفط عليا بوكا اسمح لي قالت لي بغيت نشوف طلقها ويتزوج بيا عندك فرقه ديال الكره عندك فرقه خلاتها امك ديال الحرامين شغيدي شغيدير لا لا ستوب 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 ولا بانت لك الدار كبيره قلتي عندك كنجريو ناصره فاش هاد الهضره المنطق ديال الحرامين راه هي كانت لا وراي كتقولها لا تقولها شغل هذاك ما تقولهاش انت عندك لا 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 هي كتقول لك انا كنطلق وتزوج بيا انا طنطي لي شغلكم هذاك صحابيك صحابي ديك الهضره على الوليدات الله يلعبوا بولاد لا سمحي لي غادي نسمو هاد البنت مباشره ما تسبيش السيده طيب ما تفرجيش حتى انت مساليف غتفرجي في الحقاره ما يمكنش تجي تسبك انا عندي حتى انا ما غنخليك تسبي عندي لا سباتني عندكم ما عرفتيش لا ما انا ما عندي في هذا المنبر انا ما غنخلي حتى واحد يسبك يقول لك الحراميين ولا انت تقولي لا الحراميين ولا تقولي لا انا الاطفال عندي ضحايا وهذوك وليدات ضحايا كل ولا كل ضحايا ديال والديك شغلك هذاك ما تسبيش السيده انا ولا عندي ضحايا ديالي ولا عندك مشكل مع راجلك شي وحده ماشي وحده ما تجيش تسبي حتى شي وحده عندك معاها الحقيره هذه لا ما تسبيهاش انا صيره اش بغيتي لي نقولها سميتها لا ما تسبيهاش ما تقوليش قولي لي هذيك السيده هذيك ما تعيريهاش الضحايا انا واش انا غنجي نبغي شي واحد يسبك عندي مدام الحليب وليكوش الله يجازيك بخير كي كتسميو الناس لي كومونتير ما شي يومي كتطلب الحليب وليكوش ولا مسمينا مدام الحليب وليكوش الله ينعني معاها انا اللي حمار مشيت عندها عند بالي بانها بشر هي الادميه الزفعله انا كاش هذه خارجه مع الليل وقلت لها تبقاي لايف قلت لك حبك بصعب فيك قال لي حبيبه كنبغي وهادي هادي كنت تلقى راجلك اللي كيمشي عندو كيدوي معاهم في الواتساب ولا راه هادشي راه ما بغاش على نتيا شي واحد يدوى معاك ما تبغيش انت شحال واحد كيتحرش في الواتساب اه واش حبيبه انت تشوفي بعوينه عندك بزاف تتحرشوا بعوينه انتي غاسمعي حنا دابا ما مشيتش حنا مشينا عندها نهار الاول ما يمشيش انتي حقاتي انتي تجاوبي على هادشي اللي غيبان لك هانتي بحال هادشي من حرام حبي انتي الا بغيتي دابا انت انا نقول دابا سمع سمعي سمعي اذا لا فوت ماشي ديالك هانتي لا لا فوت ديالو ديال حتى المسخن هانتي اباغامات شوفي شحال مبلوكي انا ها جبد لي حتى الواتساب ديالك شوف شحال مبلوكي انت ما نعرفش هاي شوفوا شحال من الشريفات الافيفات اللي مبلوكي قلبيهم شكون هما التليفون راه كان عندك ما بقاش عندي قلبيهم انت شكون اه دابا ما بقاش هذا حقته هو ديالك انا الفرضة في انا وياك شاري وهذاك شاري لك ما شريتيش حتى شريته انا والله ما شريتيش حتى خديهم بجوج قلت لك قول الصراحه هاي قدو كرا قلت لك قول الصراحه هادو هذا خديته برزق المحسنين وهذا كان بعنا اخر ياك اللي كان عندي ودرنا به ريبريزوز تي عليه باش خديتي هذا ما كنتيش كتعاودي فيه حنا جايين كندويو
على ديك الخبط اللي دارت الاخرى ملي عرفتني تخاصمت انا وياك ما كانش علاه تصيفط لي ميساج ماشي مصاريبه هي يعني معيط عليا عبير وما جاوبتهاش وصرت لها الفوكال ديك الساعه وصرت لها السكريب عم معيط عليا وما جاوبتهاش علاش صرتي لي الفوكال ديال حسني ما صرتيش لي الفوكال ديال المصاريب الاخرى اختي جارتي من بعد كاش تعيري الناس كاش تعيري الناس الاخرى جات من بعد واش الفوكالات اللي صيفطت ولكن ولكن ما تعيريهمش عندنا راه ما كنبغي انا بعدا كاين ما كنحمل حتى شي واحد يعير شي واحد عندي شي ما تسبيها ما تسبيها ما تقولي لها المسخه ما تقولي لها ما عرفتش الله يرحم لك الوالدين شي نداء لشي طبيب يدير فينا الخير حنا بجوج صافي هادشي اللي غادي نديرو هذا هو النداء اللي غادي نديرو باش اننا لان هذا هو الهدف ديالنا ديك الساعه الهدف ديالنا هو ديك الساعه اللي ما تباش واللي ما بغاش يتصلح اللي بغيت اللي بطبيعه الحال حنا غادي نخليو لكم الرقم ديال شي واحد فيهم اللي ما عرفتش الرقم اللي تيخليو اللي بغى يقدم لي هذه المساعده ماشي راه قال عندك عيطوا لي نمره المذاع نمره المذاع راه راكم عرفتوها هي نمرته ونمرتي راه كاينه هاد العالم انا مش غير المحسنين انا كنصب على المحسنين انا دوك الدراري كنوكلهم الحشيش والشراب والقرقوبي فهمتي وجي عندي للدار على غفله مع حبابي وداك الشيء كامل اللي غتلقاي في الدار شاريه انا بعرق المحسنين وما يضربوا في تماله وانا كنحاول نرقع ولكن ما كاينش شي مع من يترقع شو كيقول لك انا كنصب على المحسنين حرام انني ناخذ رزقهم وانا وياه باينين بجوج هو كان يقول بلي انا كنصب على المحسنين حرام يصيفطوا لي رزقهم يعني بغيت نخدم وناس قلبوا لي على خدمه ولكن المشاكل ما يمكنش نمشي نخدم خلي واحد يتبعني والله خلي ورقه شحال الرقم ديالك انا شي واحد غير شحال الرقم ديالك اللي بغيت يقدم لكم المساعده في العلاج باذن الله تعالى 06 06 15 06 06 15 65 65 هذا هو الرقم ديال الهاتف ديال نصيره بطبيعه الحال شرق 3 من البلاد الله يعفو عليكم اولا 68 قول بلي راه ما قلتلكمش غنتوما خاصه ديال الشعب 68 ماشي ازيد 88 شحال من عام راه بزاف راه منين الناس اللي باغي الله بعدين في البليه وانهم تيفكروا في البليه شوفوا هاد البليه هي هادي غتوليو في حاله الله لا عاش بنادم مرتاح وتبلى هي هادي البليه واي دريه بعدا جوج حوايج للدريه الضايعه الحب والبليه هاد جوج ضمار شامل بالنسبه للمرأة لا كنحل هادشي لا 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 كاينين شوفي كاينش حب المراهقه وما كاينش حب لوالدين وما كاينش شي حاجه كدار بلا رضا الوالدين واللي كدار بلا واخا يكونوا الوالدين ولا الحرام الا قالوا لك واحد الحاجه وما درتيهاش والله لا طبرتي سمعي بوك على الكلمه اقسم برب الكعبه والله يسمح لي انا با خرج عليا واحد 60% لكن رجعت على مليار في الهضره اللي كان يقول و40% خرجتي على راسك ماشي مني خرجت عليك البليه المهم من نهار عرفت شكلت الناس الى عمرني شتت على انا خويا من نهار عمرني عمرني انا كون ما بغيتك ما ناخذكش وكون ما بنتيش ليا في شكل وما كون ما المراه كتاخذ الراجل هو المراه كتاخذ الراجل وراه خرج لك يخدم راه فين كاين المشكل مشاهدي انا الدري خشي بغيت نقيد انا ما خليتنيش نقيد انت البارح قلتي لي يدي الرب والخير انت ماشي بواه باش تقيد سميتي عندنا الهب ديالك وانت دابا ما قيدتيش واش بعتي فيا درت فيك خير اذا ما قيدتيش بحال هكا راه غنخص معكم البث مباشر الى لقاء في متن اخر بين الدري عنده بوه